أنا بصراحة العملية السياسية بمحافظة ديالى بهاي الدورة الانتخابية على المستوى الحكومات المحلية بدأت عرجاء تأخر كبير جدا بموضوع تشكيل الحكومة، موضوع اختيار المحافظ، بعد انحسم الموضوع دون خطوات حقيقية تذكر على مستوى الشارع. بصراحة موضوع الإقالة يعني هو بصراحة مو واضح لحد الآن للشارع العراقي شنو اللي صار، شنو اللي راح يصير، وهاي نقطة كلش مهمة. ما هو ما صار شيء إيجابي لحد الآن بتشكيل حكومة محلية منذ الانتخابات المحلية إلى الآن، يعني ما صارت الخطوات اللي كان الشارع يتمناها والشارع ينتظرها، الشارع اللي انتخب البرامج السياسية على أساسها بصراحة، وبصراحة يعني شديدة كلش. ما صار حتى نجي نحكم موضوع الإيجابية أو السلبية، يعني هو هسه اليوم إذا نسأل الإنسان البسيط أو المواطن البسيط يقول لك هو إذا قال وإذا ما قال، مدى يشوف المجتمع في دياله، الشارع الشعب في دياله، مدى يشوف خطوات حقيقية للعمل. يعني تأتي اليوم، تأتي الاستقالة التي قدمها أو قام بها مجلس محافظة ديالى بحق المسؤول عمر الكروي تبدو متناغمة مع طبيعة الإداء الذي حصل. محافظة ديالى لم تجد من الكروي وغيره من المسؤولين في المحافظة، لم تجد يعني واقعا جديدا يبشر وينبئ بأن محافظة ديالى انتقلت بشكل لآخر، بل على العكس تماما، نجد أن واقع المحافظة لا يزال واقع مربك فوضوي، لا يزال هناك تخلف في الخدمات، لا يزال هناك عدم إكمال المشاريع الكثيرة التي هي متلكئة وبالتالي انعكست على أداء المسؤولين. نحن كنا نتوقع أن تكون يعني محافظة ديالى كما حدث في الرمادي وكما حدث في محافظات كردستان لابد أن تنتقل بشكل لآخر، خاصة الإمكانات المادية متوفرة وميزانية المحافظة متوفرة وهناك دعم كبير للمحافظة. أنا كمواطن طبعا مع إقالة رئيس مجلس محافظة، وذلك السبب يعود لعدم استجابة من قبل أعضاء مجلس محافظة وقبل رئيس مجلس محافظة لمناشدات بشؤون الخدمات في محافظة ديالى بشكل عام وفي مناطق الغرب عقوبة بشكل خاص. ما شفنا أي استجابة من قبل مجلس محافظة.